سمطي الحمداوي المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للاحرار بعين عتيق. نعلم بان السي رشيد الحمري هو وكيل لائحه حزبكم مقدم في الانتخابات الجماعيه والتشريعيه باسم التجمع الوطني للاحرار. بغينا شي شهاده في حق السي رشيد الحمري وكيل لائحه التجمع الوطني للاحرار بالبرلمان وبجماعه السخيرات. شكرا. سي رشيد الحمري ما هو شيء الشخص اللي غريب على الاقليم. سي رشيد الحمري هو وجه معروف المستوى الاقليمي وما هو شيء كائن انتخابي كيبان في الموسم ديال الانتخابات وكيمشي. سي رشيد الحمري كما عرفناه وحنايا في الليسي شخص لا يتصنع، شخص يمقت وضع المساحيق والأقنعة، شخص يعرف معنى المسؤولية، شخص معروف بأعماله الخيرية، شخص يعمل بصمت، لا يتصنع، ماشي غريب عليه. وكنظن أن الوجود ديالو في الساحة السياسية على اي مستوى او على اي مؤسسه غادي يجيب الاضافه، لان انسان الذي يلتزم ويفي بوعوده. نعم، رافقتيه اشمل ليسي درس معك في ليسي الشفشاوني، وكما عرفنا يعني انسان لا يتصنع، انسان لا يكذب، انسان واضح، انسان اللي فيه مزيانه هو انه يخاطب العقول ويمقت الشعبويه.